الحوت القاتل. تشتهر الحيتان القاتلة باسم حيتان الأروكا، بحيث تعد هذه الحيتان أكبر الدلافين الموجودة وأحد أقوى أنواع الحيتان المفترسة في العالم. وتتميز الأروكا بنمط تلوينها الأبيض والأسود المميز، كما تعرف هذه الحيوانات بقدرتها على إصدار مجموعة من الأصوات التي تستخدمها في التواصل فيما بينها. وتتواجد الحيتان القاتلة في المناطق الواقعة بين الأقطاب وخط الاستواء، بحيث تتغذى على الأسماك والبطاريق والثدييات البحرية الأخرى كالفقمة وأسد البحر وحتى الحيتان الأخرى، فهي توجد في أعلى السلسلة الغذائية. وعادة ما تصطاد الأروكا في مجموعات عائلية يصل عدد أفرادها إلى 40 فردا، وتعيش هذه الحيتان بين 50 إلى 80 سنة، ويتراوح طولها بين 23 إلى 32 قدما، بينما يصل وزنها إلى 6 أطنان. الصيد. الحيتان القاتلة هي حيوانات مفترسة مهيمنة تكون في أعلى السلسلة الغذائية، فلا يوجد حيوانات أخرى باستثناء الإنسان تصطاد الأروكا. ترصد هذه الحيوانات البحرية الشرسة بالصوت، أي تعرف حجم فرائسها والأشياء التي حولها بتردد الصوت، ويصدر الصوت عن طريق الهواء المار بين فمها والفواهة التي فوق الرأس. وصوت تلك الحيتان متغير من صفير إلى صرير إلى عويل. ويتميز الأروكا بالصيد لأنهم يصيدون بطريقة جماعية أحيانا وبتعاون ملحوظ، أي أنهم يراقبون الفريسة من بعد ثم يفاجئونها ويهجمون عليها أو يضربونها بذيول إلى خارج الماء حتى يشل تركيزها لكي يتفادوا العضات التي من الممكن أن تخدش الجسم. غذاء الأروكا. غذاء الأروكا متنوع ويختلف باختلاف أنواع الأروكا والمجاميع المختلفة، منها القطعان أو العائلات، فتميل هذه الأنواع أو العوائل المختلفة إلى التخصص في صيد أنواع محددة من الكائنات البحرية. وقد يؤدي هذا النوع من التخصص في الصيد إلى تأثيرات خطيرة على الفرائس. قائمة فرائس الأروكا تتضمن الأسماك واللبنات البحرية كالفقمات وعدد كبير من الحيتان، وبدرجة نادرة على حوت العنبر والحوت الأزرق والدببة القطبية والقرش الأبيض والشفنين البحرية وقرش الحوت. وتقوم الأروكا بمهاجمة القروش البيضاء والشفنين البحرية بطريقة خاصة عن طريق قلبها على ظهورها، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان الوعي عند هذه الحيوانات البحرية وتقوم بعدها بافتراسها. تعتبر البطاريق والفقم من الحيوانات البحرية السهلة للصيد بالنسبة للحيتان القاتلة، فهي تقترب من الأماكن التي تعيش فيها وتبقى هادئة تماما وتباغتها عندما تدخل إلى الماء. فالحيتان الذكية تدرك جيدا أن الفقمة والبطريق بطيئون جدا أثناء السباحة، كما أن صيد بطريق أو فقمة ضخمة يعني الحصول على وجبة دسمة. لهذا تقترب حيتان الأروكا كثيرا من الشواطئ في القطب الشمالي المتجمد وتصاد الفقمات والبطاريق. الحيتان القاتلة تعتمد أيضا على مباغتة الفقمات التي تستريح فوق كتل الجليد، فيمكنك أن تشاهد من خلال الصورة كيف تأتي جماعات تحت الماء وتقترب من الكتلة التي عليها فقمة وتحاصرها، ثم تصدر موجة تجعل الفقمة تسقط في الماء ويهجمون عليها ويفترسونها. كم من الوقت يمكن أن يعيش الحوت القاتل؟
تتمتع أنثى الحوت القاتل بعمر أطول بكثير من الذكور، فهي تمر بانقطاع الطمث، لذلك يمكنها العيش لعقود بعد أن لم تعد قادرة على التكاثر. وفي البرية تعيش أنثى الدلافين لمدة 50 عاما في المتوسط، بينما يبلغ متوسط عمر الذكور 29 عاما فقط. وتم تسجيل الأفراد الأكبر سنا بكثير مع بلوغ بعض الإناث 80 عاما أو أكثر. مميزاته: الرؤية لدى الأروكة جيدة فوق وتحت سطح الماء، وكذلك يمتلك حاسة سمع مرهف وحاسة لمس جيدة. يتمتع الأروكة بقدرات استثنائية في تحديد مواقع الأشياء، وذلك عن طريق الصدى، حيث تتضمن إرسال طقطقات واستقبال الصدى. متوسط حرارة جسم الأروكة هي 36 إلى 38 درجة مئوية، وكمعظم الثدييات البحرية لديها طبقة عازلة للحرارة من الدهن، يصل سمكها من 7.6 إلى 10 سنتيمترات تحت جلده. تبلغ دقات قلب الأروكة على سطح الماء حوالي 60 دقة في الدقيقة، تنخفض إلى 30 عند الغوص. حيتان الأروكة القاتلة لديها من 25 حتى 48 سناً، ويمكن لهذه الأسنان أن تصل إلى 4 بوصات في الطول. وعلى الرغم من أن لديها أسنان، إلا أنها لا تستخدمها في مضغ الطعام، ولكنها تستخدمها في تمزيق الفريسة. وتحصل الحيتان الصغيرة على أول أسنان لها في سن 2 إلى 4 شهور الأولى. الحيتان القاتلة ليس لديها عضو خاص بشم الرائحة، وليس لديها الفص الدماغي المسؤول عن ذلك، ولذا فيعتقد أنها غير قادرة على الشم. علاقة الأروكة بالإنسان: الحيتان القاتلة صديقة للإنسان، وقد ظهرت في العديد من المرات رفقة البشر في أحواض مائية، تقوم بعروض مدهشة وتتفاعل مع صاحبها. وبما أن البعض يقول أنها تهاجم الصيادين، إلا أنه لم يكن هناك سوى تقرير واحد عن هجوم من الأروكة.